السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير حساء من قمح هربر أو القمح مهرمش أو الشعير مهرمش. فهاد الحبيبات هادو أو يعني الحبات ديال القمح مهرمش أو القمح، فكنحاولوا أننا نرقدوهم بيوم من قبل أو بليلة من قبل، يعني ناخدوهم في الليل، كنغسلوهم كيفية جيدة وكنضعوهم في الماء وكنخليهم الى اليوم التالي كما كشتو. ناخذهم جوج، انا بصراحه خلط درت مزيج ما بين القمح والشعير، فعندي كميه قليله من القمح وكميه قليله من الشعير، فحاولت انني نجمعهم مع بعضياتهم وندير بهم يعني شوربه او حساء ديالهم بجوج. خديت يعني مصفات درت فيهم هاد الحبوب بجوج، حاولوا نغسلوهم مزيان باش انني نزولوا منهم داك كيكونوا في المتاجر، ممكن يكونوا ما مغطيينش، المهم احنا كننظفوهم مزيان. نظفتهم مزيان ودرتهم في هاد المصفات وخليتهم في الماء، في نفس يعني زول داك الماء وخليتهم في الماء، نخليهم في الماء ليله كامله. اليوم الثاني غادي ناخذهم وغادي نحيدهم من داك الماء، يعني نحاول او يعني ندلكهم بيدي ومن بعد نديرهم في مرميط او لا في طنجره فيها ماء غاليا، نخليهم كيطيبوا. من بعد كناخذوا هذا إيلان كناخذوه كنطحنوا، انا خديت واحد الكميه ديال إيلان طحنته ودرته في قاروره وخليته وقت ما تنبغي ندير الحساء تناخذ منه وكنديرو يطيب مع الحساء ديالي. خديت جوج ملاعق ديال إيلان، غادي نحاول ما امكن انني نحلو بشويه الماء غليان. هاد القاروره دي دائما تنحطها حدايا، دائما قلت ما بغيت ندير شي حساء تناخذ منه. كما قلت لكم غادي ناخذ الماء غليان وغادي نصبو على هاد الكميه اللي عندي ديال إيلان ونخلط مزيان باش ما يكون لياش دوك التكتلات، لان لا خديتو هكاك يعني كبودره ورميتو في وسط من الحساء غادي يتكتل، غادي يدير لي كتل وغادي يدير لي مشكل بانني خاصني نبقى نحل فيه باش يذوب لي في وسط من داك الحساء. لهذا دائما انا كنخلطو على جنب، كنخلطو في واحد كما شفتو في الزلافه بالماء غالي. انا درت لهاد الحساء تيطيب على نار مهيله، درت ليه الماء كيفيه كثيره ولكن انتما كتشوفوا تشربوا. غادي نضيف إيلان ومن بعد نحاول يعني نديروا الماء، ما غاديش حتى لا خاص نعاود نضيفه، المهم هو الماء يكون عندي في المقراج يكون ما عندنا في طيب، باش وقت ما لقيت انا الحساء ديالي نقص او لعقد بزاف نعاود نضيف الماء الغليان. وممكن اننا نخليو عقد لان كاينين الناس اللي كيعجبهم ياخذوا هاد الحساء خاتر كيديروا ليه الزيت البلديه او اللبن فكيجي ممتاز سوا، يعني على حسب الذوق داك الشيء يعني يكون سائل او يكون عقد، هذه مساله اذواق وصافي. صافي كما شفتوا انا ضفت الماء الكافي باش ان الحساء ديالي يطيب، خصو ياخذ وقتو. انا دابا يعني كيف ما فقت مع قبل الفجر فانا رديته وغادي نخليه يطيب على نار مهيله على ما ان شاء الله يود الفجر ونصلي الفجر وندير يعني الاذكار ديالي ونقرا شويه القران، وعلى ديك الساعه غادي يكون طاب على خاطرو. انا دائما تنديرو على نار مهيله وكنخليه يطيب بمهل ديالو. هذا دابا بعد ما كملت يعني العمل تاع بوديه ديالي فانا جيت نشوف لقيتو شي شويه لصق من في القعر، ولكن ماشي مشكل غادي نطفي عليه ونخليه واحد شي شويه يتهدى عليه على النار، ومن بعد نجيب ملعقه هكا وندوزها من التحت وغادي يزول داكشي بسهوله. المهم يطفي عليه النار، كنطفي عليه النار ونخليه يهدى شي شويه وبسهوله كيتحيد داك التكتلات ديال النشا اللي كتلصق ليا في القعر. كنضيفوا الماء كما قلت لكم على حسب واش بغيتوا الحساء خاتر ولا خفيف، كتضيفوا الماء. الا بغيتوا تاخذوه كشوربه يعني تشربوه فضيفوا الماء، لانه مازال ان شاء الله غادي نضيفوا ليه البذرات. هذه بذور الكتان يعني ممتازه، هي فيها الاوميغا 3 وفيها فيتامين وفيها يعني الاستروجينات اللي هي مهمه للجسم. هذه المعلومات بصراحه اكتسبناها مع الدكتور فيض الله يجازيه بخير، وهذا حبه الرشاد حتى هو نفس الشيء
يعني مزيانين الهرمونات ديال يعني الجسم ديالنا، وهذه الكرويه، غادي نكبر لكم باش تشوفوها الكرويه حتى هي. انا بصراحه هادشي كله كنتقدا وكنقي، وكان الحاجه اللي كتغسل وتيبس كنغسلها، والحاجه اللي ما تتغسلش حتى لاخر لحظه كنخليها حتى لاخر لحظه كنغسلها وكنضيفها في الاكل ديالي. بلاتي نكبرها باش تشوف، لان حارت مع البورتابل. انتوما هي هذه هي الكرويه. نقدروا نغربلوهم، يعني ناخذوا شي غربال نغربلوهم حتى نحيدوا داك التخت وداك اي العشوب اللي ماشي داك الشيء كاع اللي خايب، ومن بعد نقيوهم ونخليهم. هذا الزنجلان حتى هو مزيان ومعروف بان فيه فيتامين او، والحمض اوميغا 3 فيهم كلهم. هادو كناخذهم وكنغسلهم في اخر لحظه فاش نبغي نصبهم في الطنجره او لا في الحسوه، كنغسلهم كنصفيهم بمصفات وكنضيفهم في نفس الوقت، يعني ما كنخليهمش، لان نتوما كتعرفوا بان زرع الكتان وحب الرشاد فيهم واحد الهلام، الا غسلناهم فداك الهلام كيتطلق يعني كيتعقد لينا داك الشيء. لهذا انا دائما كنخليهم حتى لاخر لحظه ملي كنبغي نضيفهم الاكل ديالي، حتى ندوزهم من تحت الماء وكن نضيفهم الحسوه ديالي او اي حاجه بغيت نضيفهم. انتم كتشوفوا انا زولت داك النشا اللي سقليه في القعر، تيزول بسهوله ملي كطفوا على النار، كيزول بسهوله ماشي مشكل. هو كما قلنا نقصوا النار ونردوا البال مره مره نحركوه باش ما تلصقليناش. هاد الحسوه انا بصراحه بغيتها تكون شويه خفيفه، ما بغيتهاش تكون عقده. المهم نتوما ملي تلقاو بحال هكا بهاد التكتلات هادو، تاخدو معلقه وتبدا تحلوها وصافي كتحل عادي، ما كيبقى حتى شي مشكل. المهم هو انها ما تلصقش لدرجه انها تحترق لينا من القعر. يوم فوا تحسو بها بدات تلصق، طفوا النار وحركوا بالملعقه، صافي كيتحيد داك الالتصاق ديال النشا كيزول. انتم ما كتشوفوا من بعد صافي، غادي منين صافي ما بقاش داك النشا لاصق، غادي نشعلو عاوتاني على الحسوه ديالنا ونخليوها تكمل طيابها. المهم سميت الحسوه غادي تبان لكم طابت ملي انت تشوفوا دوك الحبات ديال القمح وديال الشعير انتفخوا وتحلوا، يعني بدات تبان والنشا كيتطلق لكم في يعني داك الماء، داك المرق ديالو كيبان لكم بانه بدا يعقد ولي خاطر. دابا غادي نضيف دوك البذرات الحبيبات ديالنا، مهمين بزاف، كيوصي عليهم الدكتور الفايد الله يجازيه بخير، كيقول لنا بانهم فيهم الفوستروجينات. هذه ماده كتكون عندنا في الجسم ديالنا بعد احنا بالنسبه لنا النساء تتبدا واحد ملي كنوصلوا واحد العمر كتبدا تنقص لنا في الجسم، فلهذا هي مهمه، هي اللي كتقاد لنا الهرمونات اللي كيكونوا في الجسم. فنحاولوا ما امكن اننا ندخلوها في النظام الغذائي ديالنا، في اي حاجه ندخلوه هكا شويه 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 ونرميوه في الاكل ديالنا، في اي حاجه سلطات في المهم. انا ما نكذبش عليكم، فين ما لقيت نرمي هذا الشيء، فين ما لقيت. دابا غادي نملح، عندي المليحه ديالي على حسب لوكو، وكندير التوابل. انا بصراحه كندير بزاف الحوايج. هذه الحلبه، هذه الحلبه مطحونه حتى هي كنديرها. المهم كاع دوك البذرات اللي كيقول لهم دكتور فيت كنديرهم، كنكذبش عليكم، كلشي كنشريه كنشريه ودايرهم غاسلهم نقيهم دايرهم في قرورات. هذا سميتو القزبر يابس مطحون، كنديرو حتى هو في واحد الريحه زوينه. المهم هو بعد اصلا كيدخل في التخسيس، لان يعني المعلومات كناخذوها من القناه ديال الدكتور فهيد. هذا الكركم حتى هو مزيان ضد الالتهاب، وفي ماده اللي هي ضد الاكسده، اي حاجه فيها ما يعني ماده يعني كتطلق دوك اللون او لا تطبغ لكم في الايادي ديالكم، فعرفوها بانها فيها مواد ضد الاكسده. سنخلطو باش تنسجم لينا دوك التوابل مع الحسوه ديالنا، ونخليو ان هذيك البذرات ديالنا تطلق. هذه سميتها حب الحلاوه والنفع، نسيت ما درتهمش قبيله، انا طحنتهم وبقاو لي هاد الحبيبات هكا كبارين، بقاو خليتهم في واحد القاروره على جنب كنضيفهم في الحسوه. مي دوك البودره كنضيفها مثلا في الخبز، كنضيفها مهم عطى الله
طلع فاش كنضيفها. هادو الحب، هادوك الشيء اللي بقى، داك الحبات اللي بقاو ليا ما تطحنوش ليا ملي كنغربل، تنجمعهم تنديرهم هكا في الحسوه، كتعطي واحد المذاق رائع. انا بعدا كتعجبني بزاف كنديرها في القهوه، كتعجبني هاد سميتو حبه الحلاوه والنفح، تيعجبوني في المذاق ديالهم. نخليو الحسوه ديالنا صافي حتى تكمل الطياب ديالها. بصراحه انتم كتشوفوا كيفاش تعرفوا بان طابت، بان دوك الحبات ديال الشعير او القمح تلقاهم تنفخوا وتحلوا، يعني هذه تعرف لكم علامه بان صافي الحسوه ديالكم طيبه. انا ما تنديرش فيها الحليب بتاتا، لان ديجا النشويات فيهم الليكتينات وفيهم الحمض الفيتيك وفيهم يعني لازمنا الحليب، غادي يكون عندنا داك سميتو الكاسيين تاهو ما كيتهضمش، فانا ما تنديروش. كنقدم الحسوه ديالي، هذا بصراحه الفطور ديالي انا والام ديالي اللي خليها ليا. دائما تندير الانواع ديال الحسوات في الصباح، اما الحريره اما حسوه اما بصره، دائما الحمد لله. يعني هذا فطورنا انا وياها. كان ندير زيت الزيتون بكيفيه جيده، لان الدكتور فيه تيقول لي ان ضروري ديروا زيت الزيتون مع اي حاجه فيها النشويات، لان كتحل او لا كتحل داك الحمض الفيتيك وتتخليش داك دوك الليكتينات، لان الليكتينات هما غير مغذيين، يعني اللا مغذيات. فبصراحة هادشي اكتسبنا مع الدكتور، احنا ما قريناش ولكن تناخدو معلومات منه، والحمد لله راه الانسان تيتعلم مع المكان. وكنضيف الكمون، الكمون حتى هو مزيان. وكنقدموها هاد الشوربه هادي اولا هاد الحسوه هادي بالصحه والراحه. بصراحه هي وجبه افطار ممتازه جدا، اللي خدا هاد الحسوه هادي في الصباح فكيعرف بانه نهارو غادي يدوز مزيان، ما يحتاج ياكل مزيان حتى شي حاجه، يقدر يبقى على هذاك الشيء الا الماء اللي بقى يشرب حتى يرجع لدارو ياكل. فطور ممتاز كنقدمه لكم بالصحه والراحه، وما تردوش انكم تاخذوه، فهي جد 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 مغذيه.